أخيراً جئت في أسرع وقت ممكن. لا بد من أن فرحات يستخدم حيلة أخرى من حيله، لا أستطيع أن أشعر بوجوده أبداً. هذا الأمر لم يحصل. هذا البغيض يزداد قوة يوماً بعد يوم. أصمت يا غبي، إنها مجرد خدعة أخرى، لا تفهم أم لا؟ وهي خدعة ناجحة على ما يبدو. بحق السماء، ماذا تقول؟ هل تريد أن تسخر مني؟ لا يا سيدي، أنا لا أقصد. ما الذي تريدني أن أفعله؟ استخدم إحدى آلاتك تافهة وحاول العثور على فرحات. يجب أن نمنعه حالاً من العثور على الجزء الأخير من الشرمن. أيها الغبي، كانت فكرة جيدة أن نختبئ في الممر الواقعي تحت البرج. هذا المكان محاط بهالة سحرية، لن يتمكن إيغوخان من العثور علينا. غريب أمركما، لقد أخبرتكما أنها هنا. إذن ابحث عنها. سبق أن بحث. لنبحث هنا. ما الذي جرى في هذا المكان؟ لا أستطيع أن أجد الكاميليا. هل تفهمون مدى حجم هذه الكارثة في الوقت الذي يجب علينا أن نستعيد البلورة السابعة؟ ولكن كيف أضعتها؟ أيها البائس، أنا لم أضيعها قط. لقد اختفت بعد إصرارك بأسلوبك الجاهل على القيام بما تحب أن تسميه بالترتيب. وخلال ذلك أيها البائس، أضعت أحد أهم الكنوز التي عرفتها البشرية. أتفهم؟ قد أكون جاهلاً، لكن علي أن أذكرك بأن عمرك هو 900 سنة تقريباً، وفي هذا العمر يميل الناس إلى نسيان الأشياء أو تضييعها. أيها البغيض البائس، هذا يكفي. اقتربنا من نهاية مهمتنا ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالفشل. لا فائدة من دخول جدال. أقرب، خذ نفساً عميقاً وابدأ بالبحث بهدوء. بن سيساعدك. لا شكراً، سأقوم بذلك من دون مساعدة هذا المجنون. تيلدا، إلى أين أنت ذاهبة؟ إلى الشرفة، يجب علي أن أتصل بأبي. إننا نختبئ هنا كي لا يتم العثور علينا. ولكن لا يوجد خط هنا. سنتخلى عن الاتصال هذه المرة. إن لم أتحدث إليه فسيقلق علي كثيراً. ماذا عن وضعي مع والدي؟ إنهما أسيرا وحش شرير ولم أتمكن من تحريرهما. آسفة لهذا، ولكن علي الاتصال بأبي. أنا أمنعك من ذلك تيلدا، لا يمكنك المخاطرة بسبب مكالمة سخيفة. مكالمة سخيفة؟ كيف تجرؤ؟ اعتقدت أنك قلت إن علينا البقاء هادئين. لن أصغي إليك. تيلدا، تيلدا، تلك الغبية. انظرا، لقد وجدتها. هناك رموز محفورة في هذه الصخرة. إنها رموز فلكية. إن هذه خريطة زينيم، الخريطة الأصلية. سأنسخها، ثم بعد أن أتحدث إلى أبي سأحاول مقارنتها بخريطتنا. تلك العنيدة، آمل ألا توقعنا في المشاكل. عقروب، تأكد من أن تسرع في عملها. دائما أنا، لماذا علي أن أقوم بالعمل الصعب؟ أشعر بالفضول فعلا كلما دخلت مختبر زينيم. مرحباً يا عطرو. معلمي، هذا أنت؟ أنا فخور جداً بك. كم تسرني رؤيتك مجدداً. لقد نفذت المهمة الصعبة جداً التي كلفتك بها بإخلاص والتزام. لقد تبعت تعليماتك الحكيمة، ولكن هل أنت؟ هل تسألني ما إذا كنت حياً؟ جثتي ليست سوى رمل في الصحراء الآن، لكنني لم أتوقف قط عن متابعتك. أعلم، أعلم، لطالما شعرت بوجودك إلى جانبي، ولكن أخبرني يا معلمي، هل سنتمكن من إنجاز المهمة؟ يعتمد نجاح المهمة بالكامل على الشاب. لابد من أنك تعني فرحات. نعم، هو الذي سينقذ العالم. إن عفة نبيل وحكيم جدا مقارنة بأبناء سنه. نعم، لكن قوى الشر جاهزة دائما للعرقلة، لذا قررت أن أقوم بمساعدتكم قليلا. أغمض عينيك. أدرس مكوناتها بدقة، قد تنفعك في الأوضاع العصيبة التي حتما ستواجهونها. معلم زينيم، علي الرحيل الآن. أتمنى لك حظا موفقا. هل سأراك مجدداً؟ من يعلم، هذا مكتوب بين النجوم.
كيف أبي؟ لا أستطيع أن أكلمك كثيراً، لقد تشاجرت أنا وفرحات بسبب ذلك. لا أفهم يا حبيبتي، لطالما هاتفتني في مثل هذا الوقت أينما كنت، في القطب الشمالي، في المكسيك، فما الذي اختلف اليوم يا عزيزتي؟ أنت لا تعرف أبي، اليوم سنستعيد البلورة السابعة والأخيرة من الشاريمان وسنجمعها كلها. يا إلهي، أين؟ إذن اليوم هو اليوم الموعود والمكان هو برج زنين. كل ما علي فعله الآن هو إعلام إيغو خان. لا، لما أخبر ذلك الشرير المخيف؟ لدي آلة عالية القدرة لشن هجوم مفاجئ بمفردي. أنا عبقري. سأقفل الخط الآن، لابد من أن أمراً ما يحدث. طالما أنت معنية فهناك دائماً شيء يحدث. كلامك مضحك أبي، سأتصل بك غداً في الوقت نفسه إن استطعت ذلك. إنه سناشكف، علي أن أخبر البقية. قريباً سيتحول البرج إلى رمل بالكامل كله. إيغو خان، ولكن ما الذي تفعله هنا؟ هل سأتركك تتصرف بآلاتك كما تريد وأنت تواجه فرحات؟ تسرني رؤيتك. لا أشك في ذلك أبداً. بما أنك هنا يجب أن تذهب أولاً لتتناول النفط. انسى الآن أمر النفط يا سنارشكوف، لست بحاجة إلى إذنك لفعل شيء. لا. ماذا حصل لهما؟ كنت أعلم أنه لم يكن يجدر بي بتاتاً أن أتركها تصعد إلى السطح. هيا لنعثر عليهما بسرعة، يجب أن نحذر فرحات، لقد كشفنا. لنكن أكثر دقة، فأنت التي كشفتنا. ها أنتما أخيراً. أنا آسفة جداً، لقد اكتشف سنارشكوف مكاننا. كنت أعرف ذلك. إذا اشتعل هذا النفط فستحل كارثة. ربما بإمكاني فعل شيء حيال ذلك. ما هو؟ بوليصة تأمين على ما أظن. لا! بان، بسرعة أغلق الممر السري. معلمي العزيز فكر في كل شيء. أسرع يا عقرب. أنا جاهز. هيا سألقنك درسا أيها القبيح. تعال. لا، لا أصدق ذلك، لا يمكن أن يتغلبوا على شرير سوماري. عقروب أنت مدهش. لا، أنا لا أستحق المديح، الفضل للزنيم هو وحده. نعم، أيتها الرياح العاتية والأعاصير الهالكة والزوابع المميتة، أنا أناديك تعالي. يجب أن نفعل شيئاً وإلا قضي علينا. ماذا قلت؟ لا أستطيع سماعك. أحتاج إلى المساعدة يا أصدقائي، قفوا خلفي واحموني من الريح. هكذا أفضل. الطاولة ستسحبنا.
أخوك الوقت ينفذ. حسناً. أعتقد أنني مصاب. نعم معلم زينيم، أنت عبقري وشجاع. أشعر بألم شديد. أعتقد أنني مصابة بالكدمات من أعلى رأسي حتى أخمص قدمي. رأسي يؤلمني. انظروا هناك، يمكننا أن نودع الصخرة التي تحمل الخريطة. هذا أفضل من توديع كل شيء. لا أصدق عيني. أظن أنه غاضب قليلا. حضروا أنفسكم للأسوأ. أنيش أشيل شين شماش هالينكي. سوف يتغير كل شيء. أهلا بك يا أمير. والآن سوف نرى الأحمر للتحول والأزرق للاختفاء. نعم بالتأكيد وجدتها. هاي الأصفر. أيها الشرير الغبي، لا أستطيع أن أتحمل ذلك. أحسنت يا عقروب، تهانينا. اسمح لي أن أعيد إليك المديح بتهنئتك على تصويبك الممتاز يا فتى. من المؤسف أنني لا أستطيع ضربهم بمدفعي، ولكن ربما ما زلت أحمل مفاجأة صغيرة. هل الجميع بخير؟ أعتقد نعم إلى حد ما. مسكين معلم زينيم، كل هذه المعرفة ذهبت سدى، هذا مؤسف. الصخرة التي حفرت عليها الخريطة الفلكية تحطمت. أين تيلدا؟ تيلدا! تيلدا! أنا هنا. انظر إلى الشمس، إنها تغيب.
البلورات بسرعة يا فتى، وإلا فسوف نفوت موعدنا مع البلورة الأخيرة. اذهبي يا فيلي، اخترق النور. اخرجي من الكنز بسرعة. أحياناً الاستراتيجية البسيطة أكثر فعالية من الاستراتيجية المعقدة. انتهى كل شيء، ضاعت البلورة الآن وإلى الأبد. لقد نجح. سمو الملك عبدول سنارشكوف سيغير الآن مصير الكون بوضع يديه على مصير البشرية. أنا سيد العالم، لست حتى بحاجة إلى القضاء على ذلك البغيض الآن، وسوف أعود مع جيشي وأحكم العالم كله. والآن ماذا سيحل بأبي وأمي؟ إيغوخان سيقضي عليهما بما أنه لا يريدهما. جميعنا سنموت على يدي ذلك الشرير، سوف يسيطر على مصير البشرية كلها. سامحني يا معلم زينين، خيبت أملك، أرجوك سامحني. هل تعلم؟ كنت متأكداً من أننا سنفوز في النهاية. ارحلي، من يحتاج إليك الآن؟ ترى أين أخطأنا؟ أو يا إلهي، هذه قطعة من الصخرة التي نقشت عليها خريطة زينيم، نجت من الكارثة وكأن ذلك كان مقصوداً. ماذا ستفعل يا فرحات؟ ثمة جواب واحد فقط، سأفعل كل ما يحرر والدي. إنها إجابة يائسة يا فتى. أعلم، أحتاج لأن أستريح. وأنا كذلك. هل ستأتي؟ لا، سوف أبقى هنا قليلاً. وماذا تنتظر؟ رؤية النجوم؟ ربما. لن تلقى أي مساعدة من تلك الأنحاء يا عقروب، من الواضح أنهم تخلوا عنا. لقد تمكنت من إنقاذ الخريطة من التلف والدمار، بما أفادني ذلك لم يفدني بشيء. أعطني إياها ولا تفكر في الأمر حتى. من تظنين نفسك؟ ليس هناك مشاكل يا صديقي، هناك حلول فقط. فقدت عقلها، لا تستطيع النساء تحمل الضغط. أعتقد أنها اكتشفت شيئاً. ماذا يمكن أن تكون قد اكتشفت يا أبلة؟ لنرى. أؤكد لك أنها وجدت شيئاً. هذه سخافة. نعم. نعم. هذا رائع. عقروب، يجب أن أعترف، معلمك العجوز يعرف أشياء كثيرة. تتحدثين عن زينيم؟ لقد فكر مثلي تماماً، كل مشكلة تحمل حلاً معها. أنا ملك النفط في الكون كله، لا يمكن أن ينفد مني الوقود. تقع المملكة في الاتجاه الجنوبي الشرقي على مسافة بضعة كيلومترات سيراً على الأقدام. أن أصبح ملك العالم ليس أمراً كافياً. زينيم كان يعرف إيغوخان وكان دائماً يحذر منه. لقد أظهرت خريطته المكان الذي ستظهر فيه البلورة، لكنها لم تعطنا الوقت الصحيح. تقولين أن زينيم ارتكب خطأً يا فتاة؟ هذا مستحيل حتماً. ارتكب خطأً، لكنه فعل ذلك عن عمد ليخدع إيغوخان، وبذكاء مميز نقش الوقت الصحيح والدقيق على الصخرة. وكما يظهر فإن البلورة الأخيرة لن تظهر عند مغيب الشمس، بل سوف تظهر عندما يكتمل القمر، أي بعد بضع دقائق. ماذا ستفعل؟ الأخبار الجيدة تثير ردود فعل غريبة. سنارشكوف،
إيغو خان سيد العزيز، لابد من أن أقول إنك تبدو شاحباً قليلاً. لا أستطيع الشعور بقدمي. لأنه ليس لديك قدمان. لكن وضع إيغو خان أسوأ بكثير من وضعي من دون بلورته الغالية. ستكافئني على هذا الإنجاز، أليس كذلك سيدي؟ إن المكافأة تعطى لمن يستحقها، وأنت كنت ذكياً. بسرعة يا ظل، اخترق النور. بكل سرور. ولكن يا سيدي، ما هي مكافأتي؟ لنقل أمريكا الشمالية؟ لماذا لا تأخذ أمريكا الجنوبية أيضا يا صديقي؟ فعلا سيكون مناسبا. إنني أترك في تصرفك جزيرة الكاريب الصغيرة في حال قررت المجيء لزيارتي، لكن ليس كثيرا على ما يبدو. يكفي سخافة أيها الفاني التافه والغبي. بما أنني الآن سيد هذا العالم، لست بحاجة إليك أبدا. هذا غير ممكن. الشارمان. لا لا، أيها الغبي. هيا أهرب، ولكن سأقضي عليك قريبا. انظر فرحات، لقد تغير اتجاه ذيل برج العقرب مجدداً. يبدو أنه يتجه نحونا نحن. هل تعرفون ماذا يعني ذلك؟ إن المهمة قد أنجزت. أجل، إن النجوم معنا. ماذا ننتظر إذن؟ لنذهب ونهتم بأمر إيغو خان وسنارشكوف. نعم بي، هيا بنا.